بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أعزائي المشاهدين، نرحب بكم من جديد في هذا اللقاء الخاص ضمن لقاءات هذا البرنامج الوطني الكبير كفاءات الأردن. ضيوفنا كما عودناكم من كبار متقاعدي الدولة، من أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة والسعادة، من كبار متقاعدي الخدمات الطبية ووزارة الصحة والنقابات والقطاع الخاص. ضيفنا اليوم طبيب معروف، إنسان نشمي من نشامة هذا الوطن، مبدع وعمدار 50 عام في مهنة الطب ولا زال يعطي ما شاء الله عليه. احنا الان في العاصمة عمان في منطقة سويلح شارع راية بنت الحسين بضيافة سعادة الدكتور رمضان رئيس اخصائي الامراض الداخلية. دكتور رمضان، بداية مساء الخير يا سيدي. مساء الخير، نورنا بداية، وانت بالتأكيد من الكفاءات اللي بنعتز ونفتخر بها. بداية، وانت غني عن التعريف واشهر ما يتعرف في هذا القطاع، القطاع الطبي وفي هذا البلد وفي هذا المنطقة تحديدا، من حق المشاهد يعرف المزيد من التفاصيل عن ضيف البرنامج، ضيفنا الكريم. نتحدث عن مكان ولادتك، نتحدث عن مراحل دراستك ومراحل حياتك العملية وصولا إلى هذا الموقع. تفضل يا سيدي. أنا ولدت في الزرقاء سنة 1934، دخلت المدرسة الابتدائية، كملتها سنة 1948، لأن في الزرقاء كانت في الفترة هذه المدرسة من أول للسابع فقط، واللي بده يكمل ثانوي بده يروح لعمان. فأنا رحت بعد السابع ابتدائي، المترك الابتدائي كان يسمى في ذلك الوقت. نعم. رحت لمدرسة الصناعة في عمان في شارع الصلت. خلصت مدرسة الصناعة من 48 لل 1951. نعم. وبعديها في الوقت هذاك سنة 51 ما في شركات كذا إلى آخره. فوالدي ما حب اني ادخل الجيش، ففتح لي دكانه مع شريك في زرقاء لمده سنه واحده، من 1941 ل 51 ل 52. الفتره هذيك جتني حاله تدين شديده، فنصحني واحد اني اروح للازهر. في 1952 سافرت القاهره، دسبت كلية الشريعة في الأزهر، ولمدة 3 سنوات. في الفترة هذيك زي ما أصابتني فترة تدين صار عندي رد فعل عكسي، وبالتالي قلت بيني وبين نفسي أكون أنا شيخ أزهر وغير منتمي لهذا الشيء، فتركت الأزهر. رجعت للكلية الإسلامية سنة 55 إلى 58، وزميلي كان جميل شعبان في نفس الصف. سنة 58 عملت مترك وقدمت طلب أصير أستاذ، من حسن حظي ما أجت الموافقة، وكان الشيخ الجعبري وزير المعارف وقتها. وبالتالي بعد سنة واحدة سنة 59 قررت أن أروح لألمانيا. وبالتالي رحت لألمانيا، كان عمري حوالي 26-27 سنة. ما شاء الله. كملت دراسة الطب واشتغلت في 4-5 مستشفيات في ألمانيا، قرابة 10 سنوات في ألمانيا. ورجعت سنة 1978 للأردن لصويلح. أنا من وليد الزرقاء وأهلي كلهم بالزرقاء، إلا أني من ناحية الطقس وكذا فضلت أني أنا أسكن بصويلح. ومن 78 لغاية الآن أمارس مهنة الطب، وأنا أمارس المهنة فقط في العيادة، لا أزور المستشفيات ولا شيء، يعني بشكل متواضع يعني. نعم نعم. دكتور، نتحدث عن هالعيادة، متى بدأ العمل بهذه العيادة، ونتحدث عن أبرز الحالات اللي بتراجعك والمقصود بأخصائي الأمراض الداخلية، شو بيشمل؟ زي ما حكيت انه احنا بديت سنة 78 لغاية الآن حوالي 41 سنة. نعم. الأمراض الباطنية ما هي معروفة، أو الداخلية أو الباطنية، والسكري، الضغط، الدهنيات، القلب إلى حد ما، مع أنه في اختصاصات القلب إلا في اختصاص القلب يكون غير يعني. فهي ال نعم. دكتور، يعني الطب تطور بصورة كبيرة جدا، والأردن من دول المتقدمة، يعني أين نضع مستوى الأردن مع الدول العربية والعالم بالتقدم الطبي؟ هو الدليل على أنه الأردن، الطب في الأردن متقدم، أنه كانوا يجوا بأفواج كثيرة من الخليج ومن ليبيا
ومن اليمن إلى آخر الأردن قصد العلاج. سياحة علاجية. نعم. وبعدين في الفترة الأخيرة قل العدد هذا لأسباب مختلفة، لكن بلشت. طيب نعم نعم نعم. طب شو بنحكي لأهلنا بالخليج العربي ودول المغرب العربي والدول الصديقة حول إنه عمان العاصمة هي الأرض الخصبة للسياحة العلاجية، دعوة زيارة الأردن؟ طبعا أنصحهم لزيارة الأردن لأنه في طب في كافة الاختصاصات بشكل متقدم ومستشفيات حديثة وأجهزة حديثة، ولذلك هم راحين يستفيدوا إذا يجوا حضروا للأردن خاصة العلاج. دكتور، بعد النجاحات بعد الإنجازات نتحدث عن طموحاتك في هذه المهنة السامية والإنسانية. نحكي عن طموحات، يعني هذه العيادة يعني زارها الكثير الكثير من المرضى ولك صداقات وشعبية كبيرة جدا في هذه المنطقة. طموح بعد سن الخمسة وثمانين تجاوزت 85 ما شاء الله، الله يعطيك الصحة. ونحن بحق لنا كأطباء بعد أنا تقاعدت من نقابة الأطباء سنة 99 حين بلغت 65 سنة. نعم. ولكن نحن بحق لنا أن نمارس المهنة، وبالتالي أنا ناوي مبدئيا أمارس المهنة لسنة 90، أي بعد 5 سنوات ما شاء الله. إن شاء الله. وبعدها أفكر أني أتقاعد أو أتقاعد. الله يعطيك الصحة بإذن الله. دكتور، اليوم إحنا شايفين مجموعة من الصور، كان لك نشاطات رياضية وتحدث واجتماعية، ونحكي عن هذا الجانب شوية. نشاطات الرياضية، أنا نشاط المشي، أنا أمارس المشي بشكل يومي. في يوم الجمعة أمشي 5 ساعات في كل يوم، يوم أيام الجمعة، وفي الأيام العادية أمشي 1.5 ساعة. منذ 15 سنة أشارك في نص ماراثون، أي 21 كيلو جريا، وآخر سنة في شهر 4 شاركت النص ماراثون. جميل. بالنسبة للرياضة دكتور رمضان، الآن الأطباء الجدد الخريجين الشباب ببداية طريقهم بداية اختصاصهم، خفتم خبرتك على مدار 50 عام بهذه المهنة، شو ممكن نوجه للأطباء المتدربين مجموعة من النصائح؟ هي النصائح بشكل عام، طبعا الطبيب بده يكون طبيب إنسان قبل طبعاً. كل شيء الطب يعني هو يقسم الطبيب، أنا يعني سواء أقسم أو ما أقسم، هو هي مهنة شريفة، يعني إنه متابعة، المتابعة لا يكفي إنه أخذ الشهادة وصار عنده العلم كله، لا، بده يطالع ويتابع يوميا كل شيء مستحدث. بالتأكيد بالتأكيد. إحنا بنحييك يا دكتور، نتمنى لك التوفيق. دكتور، نعمة الأمن والأمان هالمنظومة الجميلة شو بتعني لك؟ ولو كان في لقاء مع جلالة الملك عبد الله، أنت كطبيب معروف وابن بلد أصيل ونشي من شمال الوطن وابن عائلة كريمة، التقينا بجلالة الملك، شو ممكن نتحدث معه بدقائق؟ مع جلالة الملك؟ نعم. أنا أتمنى للأردن وسط المصاعب السياسية الشديدة حول الأردن أن يكون الأردن في أمان وخالي من المشاكل المختلفة الاقتصادية والسياسية، وهذا كل ما أتمناه. بالتأكيد، يعني كما تفضلت هي المسؤولية بالتالي مسؤولية مشتركة، وجلالة الملك دائما يدعو إلى دعم الشباب، دعم فرسان التغيير، دعم المبادرات. منكم أستمد العطاء أعزائي المشاهدين من أخوان جلالة سيدنا. ونختم بنهاية لقائنا بمقولة المشهورة، بالتأكيد ارفع رأسك، أنت أردني، هامات الأردنيين النشامة. أمثال دكتور رمضان دائما مرفوعة عالية أينما حلوا. كنت مشرفا يا دكتور من بداية دراستك سواء في مصر أو في ألمانيا وصولنا هذا الموقع، نتمنى لك تستمر بالصحة. الله يعطيك الصحة ومزيد من العطاء. شكرا. وهذه الخدمات شكرا. الجليلة الإنسانية، وأرجو أن تسمح لكاميرا الزميل برهان الجازي الحويطات بهذه الجولة، نستعرض مجموعة من الصور التذكارية والشهادات وهذه اللقطات مع مرافقة موسيقى أو أغنية تختارها حضرتك. كل الاحترام، نشكرك على حسن الاستقبال والضيافة ودعم البرنامج والمشاركة بالبرنامج. سعادة الدكتور رمضان رئيس، شكرا جزيلا يا سيدي. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك.